الآن عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه بفضل التوحيد، قال الآن لابد نأتيك بباب تحقيق التوحيد هو الباب الثالث. لماذا؟ حتى تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشوائب، من الشرك، من البدع، من المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات. كيف نحقق التوحيد؟ أخواننا، هذا الكتاب وبلوغ المرام تحفظ تحفظ، طالب علم لا يحفظ هذه الكتب، هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بن باز رحمه الله. تمام. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة. الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة. فالطالب قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، بابنا المياه، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور والماء سرد الكتاب كاملا. يقرأ من حفظ الطالب، يقرأ على من؟ على الأستاذ، على الشيخ. ثم عندما انتهى قال: يا أستاذ، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا العلم، هذا العلم، علمك هو الذي تراه في الظلام، أو بعبارة أخرى وإن كان فيها شيء، هو الذي يدخل معك إلى الحمام. أنا جنتي في صدري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازم تحفظ كتاب التوحيد، لابد، مثل ما تحفظ اسمك. بعض الطلاب، والله كان عندي طالب، يعني أنا اشترط الحفظ قبل الدراسة، أما الآن الله المستعان. فقلت له: لابد تحفظ. قال: احفظ ايش؟ قلت: كتاب التوحيد. قال: أنا أحفظ كتاب التوحيد والقول المفيد. كان الاختبار عندنا، الآن اختبار في كتب مطبوعة، الاختبار في القديم كان في دفاتر. والله يكتب لي في الدفتر القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله. قل اسمع، أنا المفروض أدرس عندك، صحيح؟ حفظ، لابد من الحفظ. احفظ، فكل حافظ إمام إذا كان يعمل بعلم. نعم. فلو سألك سائل كيف أحقق التوحيد، تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد. قال: ما الأدلة على وجوب التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الأول. ما الأدلة على فضل التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الثاني. كيف أخاف من الشرك؟ الباب الثالث. قال: أول ما يدعى عليه الصلاة، تقرأ عليه الباب الخامس، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله بالحفظ. طلب من الشيخ، قال: الآن تخطب. لابد يكون عند الطالب خطبة طوالب، خطبة طوالب، هذه لا تخرج إلا إذا يعني بلغت الحلقوم يعني كما يقال. فقالوا: قم أخطب الآن. قل: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وما والله صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية قبل سنوات، وخرج أحد الطلاب من المغرب العربي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعطوه جائزة، أول جائزة. ماذا يقرأ؟ وسطية، خطب مرتبة جاهزة، مفهوم؟ لا تتعب ولا شيء. إذن كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بقراءة الباب. تحقيق التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، قول، عمل، اعتقاد، لا بد. كيف نحقق التوحيد؟ بقراءة الباب، بالقول والعمل والاعتقاد،
بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، صحيح، وترك الكي والرقية والتطير لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع. هذا باختصار تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. أي باب من هنا الآن، من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، تحقيق للتوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد، من تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشئت، كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب. مفهوم؟